وسن الاذاعه المسافه 6 كيلومترات المقرره هنا من اللجنه المنظمه لهذا السباق. اذهب مباشره واتابع هنا اول المنطلقين. اجد الشاهنيه هي من تحتل المركز الاول وتنطلق بشعار محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي على المركز الاول. المتابعه هناك من غيرت حامل رقم 38 جبار الشريقي بن محمد بن محمد الاكتبي هنا على ثالث المراكز. هنا ثالث المراكز مشاهدين الكرام، الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري على ثالث المراكز ورابع المراكز، والوصول هنا من حامل رقم 44 حمد بن محبوبة حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي قادم من السلطنة من ميدان الدريزة هنا على ثالث رابع المراكز. خامسا من وصلت في هذه اللحظات اليذابر زايد بن محمد بن سيف المزروعي على خامس المراكز. سادسا هناك حامل رقم 21 ريما عبد الله بن محمد بن سرحان الغفيلي، وسابع المراكز هناك ايضا على سابع المراكز الطيرة محمد بقانب بن حمود الظاهري، وثامن المراكز هنا الشاهنية عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، وتاسعا من وصلت على تاسع المراكز هناك نصيبة مبارك بن راشد بن الحباب الاكتبي، وعاشرا هناك من تحتل المركز العاشر حامل رقم 33 هناك الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريصي المري. هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدم، والعودة مع الصدارة مع المركز الأول. العودة هناك مع الشاهنية هي من تحتل المركز الأول وتقود هذا المسار، الشاهنية محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي. المتابعة هنا على المركز الثاني، المتابعة على المركز الثاني الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري على ثاني المراكز. ثالثا من وصلت في هذه اللحظات جبارة على ثالث المراكز سريقي بن محمد بن محمد الاكتبي على ثاني ثالث المراكز هناك أيضا، ورابعا من وصلت في هذه اللحظات محبوب حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي أبو حمد يتواجد على رابع المراكز. خامس المراكز هناك اليذاب زايد بن محمد بن سيف المزروعي، وسادس المراكز هناك نصيبة مبارك بن رايد بن حبابة الاكتبي، وسادس بالحبالة أيضا الاكتبي على سابع المراكز. ثامن المراكز هناك الظبي سعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي. تاسع المراكز هناك الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريص المري. عاشر المراكز هناك أيضا حامل رقم 40 هناك أيضا الشاهنية عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة للمرة الثانية العشر المراكز الأولى المتقدمة. ما شاء الله، الشعارات الجميلة، الشعارات المميزة التي بدت تزين أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك المقدمة لازالت الشاهنية من تقود هذا المسار. محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي هو من يقود هذا المسار ويقود هذه الأسماء المميزة والجميلة. المتابعة هناك على المركز الثاني محبوبة حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي على ثاني المراكز. ثالث المراكز هناك أيضا الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري على ثالث المراكز. رابع المراكز الوصول هنا من الإذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي، وسادسا هناك من الجانب الثاني من غيرت حامل رقم 23 هناك ايضا جبار حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، والوصول ما شاء الله هنا من حامل رقم 31 هناك ايضا الظبي مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي ما شاء الله، وهناك ايضا حامل رقم 40 هناك ايضا الشاهنية عبيدة بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك ايضا الوصول على كم المركز الخامس
أو السادس حاملة رقم 18 ما شاء الله. هناك نصيبة مبارك بن راشد بالحبالة الاكتبي، العودة مع الصدارة، العودة مع المقدمة، العودة هناك أيضا مع شاهينية محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي يقدم الشاهينية على مستوى أول المراكز. والسبوقي ذا احتمى شوط البكار تأخذ الأول بعزم واقتدار، تقلب الأوزان لو رشح وحلل ما عليها لو يضيق بهالمسار. هناك المتابعة على المركز الثاني، المتابعة من محبوبة هنا على ثاني المراكز، حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي على ثاني المراكز، ثالث المراكز الظبي مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي على ثالث المراكز، رابع المراكز هنا أيضا اليذابة على رابع المراكز زايد بن محمد بن سيف المزروعي، وأيضا هناك رابع المراكز حامل رقم 40 الشاهينية عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري على خامس المراكز، سادس المراكز حامل رقم 23 هناك جبار حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي ما شاء الله وتبارك الرحمن. إذا العودة 1200 التي سيأتي بعدها خبر يقين لأحد الفائزين والمنتصرين. الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المركز الأول، هناك محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي يقدم الشاهينية، لكن الملاحقة من محبوبة هناك حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي على ثاني المراكز، ثالثا هناك أيضا اليذابة على ثالث المراكز زايد بن محمد بن سيف المزروعي، والوصول هنا أيضا من الشاهينية عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري ما شاء الله. هذه الأسماء بدأت الأسماء تسير وتنطلق بكل قوة، بينما من غيرة الشاهينية إلى صدارة الشوط عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري من غير إلى الصدارة، من انتزع المركز الأول، ولكن الاسم القادم الظبي غادمة على ثاني المراكز، غادمة وغيرت الظبي ما شاء الله. مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي هنا من يغير إلى المركز الأول ما شاء الله. الظبي ثاني المراكز هناك الشاهينية عبيدة بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الظبي ترقص ما شاء الله على أول المراكز. تهانينا وسلام يا العين سلام، وسلام يا زاخر سلام، وسلام يا مطر يا بن حمد يا بن عميره الشامسي على هذا الفوز المستحق، تهانينا لك والناموس. بينما من وصلت في ثاني المراكز هناك الصبور سعيد بن خويدن بن نظيره العامري، بينما ثالث المراكز هناك حامل رقم 17 المركز الثالث الشمالية الحاج بن ثعيل بن حاي المزروعي. تهانينا والناموس. المركز الرابع حمد بن علي بن حزاب المري على رابع المراكز. تهانينا والناموس لمالك الظبي مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي على هذا الفوز المستحق. التوقيت الزمني ساعة وصول الظبي هناك 9:18 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الظبي. بينما من حلت في ثاني المراكز هناك أيضا 9:22 أربع أجزاء من الثانية. ثالث المراكز الصبور ما وصلت على ثاني المراكز سعيدة بن خويدن بن منيظيره العامري من وصلت على ثاني المراكز. ثالث المراكز كان أيضا 9:24 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا هناك يذهب إلى الشمالية على ثالث مراكز الحاج بن ثعيل بالحاي المزروعي. هكذا النتيجة لهذا الشوط.